بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلت اليوم السيارة الرابعة محملة بلحوم صفوف الأضاحي من وزارة الأوقاف إلى مديرية أوقاف الفيوم، محملة بكمية 4 أطنان من اللحوم، وهذه للمرة الرابعة، وبهذا تكون جملة اللحوم الواصلة إلى مديرية أوقاف الفيوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً 12 طن من اللحوم. بنستقبل دفعة الثالثة من لحوم صفوف الأضاحي ل 2020 1441 هجرية. الكمية وردتنا النهاردة بكمية 4 طن، وهي الدفعة الثالثة. يصل المشروع ما وصل من لحوم صفوف الأضاحي إلى مديرية أوقاف المنيا عدد 12 طن لحوم صفوف أضاحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. اليوم في يوم الأحد الموافق 4 محرم 1442 هجري، الموافق 23/8/2020، وصلت إلى مديرية أوقاف بني سويف 4 طن من اللحوم. خالص الشكر والتقدير لمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وإلى جميع قيادات الوزارة على مجهوداتهم. بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. تسلمت اليوم مديرية أوقاف القاهرة 3 طن من لحوم صكوك الأضاحي. نتقدم بخلص الشكر والتقدير إلى معالي السيد الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف، والسلام عليكم ورحمة الله.